مباراة يعني قد تبدو محسومة للفريق المتصدر، وإضافة 3 نقاط ممكن تكون في المتناول، خاصة وهو يلعب مع متذيل جدول الترتيب. لكن أحيانا في كرة القدم تصير في مفاجآت لا تخضع لمثل هذه الحسابات، لابد أيضا بأن تبذل كل ما لديك في أرضية الملعب. هذه التشكيلة اللي يبدأ فيها نادي الهلال. التركيز اليوم راح يكون على أسلوب 4-3-3، تتكلم عن هجوم متقارب واندفاع كبير باتجاه المرمى. هذه تشكيلة الرائد على الشاشة الآن. الفريق راح يستخدم هذه الطريقة، هذه الخطة 4-5-1 الهجومية. محمد البريك. دانييل أمورا. قرار ممتاز من الحكم بتحت الفرصة في هذه الكرة. ريفاس يهرب بالكرة، مر فيها، راح فيها، يخترق الدفاع. تصويب الآن. تقدم سريع يأتي. مباراة تبدأ برتم عالي، أجواء مثيرة.